طيب عليك. اليوم هو يوم احتفالي للإعلان عن نتائج مسابقة أفضل رسمة في حقوق الإنسان في قطاع غزة. هي مسابقة لكل مدارس قطاع غزة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر. المسابقة تعكس روحا إيجابية وتطلعا للمستقبل، وتعكس واقع الحال الصعب، غياب حقوق الإنسان الأساسية، حيث القتل والتدمير والحصار وإغلاق المعابر كل التفاصيل المتعلقة بالآثار الكارثية للحصار قائمة، ولكن هم في نهاية الأمر أطفال يرسمون للحياة، ما استطاعوا لذلك سبيلا، وهم عكسوا توق شديد للحرية وللحياة.